مساء الخيرات حبايبي متابعيني. اليوم أنا وإنتو حنكون في أمريكا في العام 1992 بتاريخ 21 أغسطس في ولاية آيداهو، مقاطعة اسمها باوندري. مجموعة من رجال الشرطة بيحاولوا أنه يقبضوا على أحد الأشخاص. انتشر إشاعة أنه هو بيطور أو بيعدل على سلاح معين، لكن هاي العملية انتهت بمأساة حقيقية. رح نسمع تفاصيل هالقصة المثيرة والمختلفة، لكن كالعادة بعد الفاصل نسمع. ورح نبدأ قصتنا بإني أعرفكم على الشخصيات الرئيسية. حنبدأ براندي ويفر. كان هو من الجيش الأمريكي، ومش أي جيش، وحدة القوات الخاصة المعروفين من اسمهم وحدة قوات خاصة، يعني مهماتهم خاصة. هو بيشارك في الجيش الأمريكي خلال فترة الستينات. لما يكون في الجيش بيلتقي بفتاة جميلة جداً اسمها فيكي، بصير بينهم علاقة غرامية، بيتزوجوا في العام 1971. خلال فترة السبعينات أفراد العائلة بتبدأ عندهم أفكار تتعلق بنهاية العالم ويوم القيامة وغيره. الزوجة واللي اسمها فيكي في العام 1978 بتبدأ تخبر زوجها أنه في حلم بيتكرر معها بشكل دوري. هالحلم بيحكي عن نهاية العالم، كيف هي وأولادها وأفراد عائلتها موجودين أعلى جبل وهم في أمان وسلام. وبتبدأ فيكي مع زوجها راندي يستعدوا لهاليوم الموعود. كيف يستعدوا؟ بيشتروا السلاح، بيتعودوا على نمط الحياة اللي هو إنه يعيشوا على الأساسيات فقط، بيستغنوا عن الكهرباء، عن الماء الجاري داخل المنزل، وكأنهم بأهلوا حالهم لهاليوم الموعود. هلأ بهديك الفترة العديد من المزارعين في المنطقة بصير عندهم مشاكل، ببيعوا مزارعهم بسبب الظروف العالمية، وهالشيء بيعزز فكرة إنه نهاية العالم قادمة عند فيكي وزوجها راندي. بصيروا خايفين إنه حتى فرصة عمل ما يحصلوا، لأنه زي ما حكيت العديد من المزارعين باعوا مزارعهم وأعلنوا إفلاسهم وإلى آخره. هلأ اللي بيعملوه إنهم بيتصرفوا. كيف بيتصرفوا؟ بدهم يبعدوا نفسهم تماما عن هالعالم الفاسد. بالنسبة لهم الآن الحكومة، الدولة أجهزتها هم مصدر الشر والفساد. بيبدوا يبيعوا كل ممتلكاتهم المالية ويروحوا على منطقة الجبال، بيتركوا أيوة وبيروحوا بيعيشوا في هالجبال لوحدهم. بيروحوا على مقاطعة باوندري، هناك بيحصلوا المنطقة الجبلية اللي كانت في خيالها وأحلامها لها السيدة اللي هي فيكي. بيبنوا كوخ صغير وبيبدوا يعيشوا في عالمهم المنفصل تماما عن العالم الواقعي. بالمناسبة هاي المقاطعة موجودة في منطقة آيداهو. على كل الأحوال لما يرحلوا على هالمكان المنعزل تماما بيكون معهم ثلاثة من الأطفال، سارة، سامويل وريتشل. بعد فترة بيصير عندها الطفل الرابع واللي بتسميه أليتشابا. وتخيلوا انه هي تضع مولودها في زي حظيرة او مكان خلف المنزل، دليل على انه حتى هي فكرة انه تروح على المستشفى خلاص صارت بالنسبة لها بعيدة تماما. بيبدوا يعيشوا هم وأطفالهم في هالكوخ المنعزل بدون كهرباء، بدون ماء، بدون غاز، على الأشياء الأساسية إلى أبعد الحدود، وكأنه في العصر الحجري. اللي بيعملوه كمان إنه حتى مدرسة ما بيبعتوا أولادهم، هم بيبدوا يدرسوا
أولادهم، بيعلموهم إنهم يزرعوا يصطادوا. صراحة شيء غريب كيف ممكن تفكير بعض الناس أحيانا يوصل. بيبدوا يبحثوا عن حد يونسهم يساعدهم، في النهاية بيعثروا على شخص اسمه كيفن هاريس بيبدأ يعيش معهم داخل المنزل. وحتى يكتمل الجنون على أصوله، على بعد 60 ميل منهم تقريبا بتكون مجموعة الأريان نيشنز لهم زي مخيم، هاي المجموعة اللي تدعو لهيمنة العرق الأبيض، اللي تدعو إلى سيطرته على كل العالم، إنه أمريكا هي فقط للعرق الأبيض وللمسيحيين بالذات. أصحاب هالجماعة اللي بيأمنوا إنه العرق الأبيض هو اللي لازم يحكم العالم ويسود، لأنه هم أبناء قبيلة بني إسرائيل. وصراحة تفاصيل أنا بتركها للمختصين، لكن أهم الأشياء اللي بحب أحكيها إنه يؤمنوا بأنه حتى لو اضطروا يستخدموا العنف حتى يحققوا هالأهداف، واللي هي سيادة العرق الأبيض على الولايات المتحدة الأمريكية وبالتأكيد العالم، فما في عندهم مشكلة نهائيا. هالأشخاص واللي كانوا موجودين في هاي المنطقة كانت أجهزة الدولة عينها عليهم، لأنه يعني بدأ يتسرب إنه إلهم بعض الأنشطة اللي فيها عنف داخل الولايات. لهيك أفراد العائلة بيعتبروهم ناس مميزين لأنه هم ضد الدولة، وعائلة روجرز أيضا ضد الدولة. بصيروا يروحوا ويحضروا اجتماعاتهم ولقاء وشوفوا عاد الجنون. في البداية كان الهدف يعني تواصل اجتماعي لأنه هدول مسيحيين وإحنا مسيحيين، لكن بعد فترة بيبدوا أفراد العائلة يتبنوا جميع أفكار هالطائفة اللي هي طبعا أفكار متطرفة. بالمناسبة مؤسس هاي الجماعة كان اسمه ريتشارد باتلر. هالمجموعة أو الحزب بيبدوا يعملوا اجتماعات لقاءات بالتأكيد حتى يجندوا أعضاء جدد مع هاي المجموعة. هنا السلطات الأمريكية وبتعرفوا أساليبهم بيبدوا يبعتوا ناس من عندهم على أساس يكونوا جواسيس على هاي المجموعة. في الظاهر هم حابين يكونوا من الأعضاء. والآن ومن خلال هالمخبرين تبدأ توصل معلومات للسلطات المسؤولة بأنه راندي واحد من المرشحين حتى يكونوا في هاي المجموعة. هم أوريدي بيكون عندهم معلومات عنه لأنه من فترة صار بينه وبين أحد الجيران خلاف على قطعة أرض. بيبدأ الشخص المخبر يتقرب من راندي، حاول ياخد منه معلومات، يصير صديقه، وفعلا بصير بينهم علاقة. بعد هيك بيبدأ هالشخص يعني يسأله عن أشياء غريبة، زي مثلا إنه شو رأيك رح أعطيك سلاح معين، تحاول تعدل على هالسلاح. في النهاية راندي بيقتنع بالفكرة. هل هالشيء ممنوع تماما في الولايات المتحدة الأمريكية؟ وبيستدعي تدخل السلطات لما يعرفوا إنه شخص بيحاول يعدل على السلاح. في كل الأحوال بصير راندي تحت أعين السلطات الأمريكية. وبتاريخ 24 أكتوبر من عام 1989 راندي بينجز المهمة. في النهاية بيحاول يبيع هالشخص تنتين من هاي البنادق اللي تم التعديل عليها. يبدو أنه بيقصروا ماسورة البندقية بمسافة قصيرة جدا، يعني صغيرة جدا، بحيث أنه يمكن تحدث ضرر أكثر. في كل الأحوال بيبيع هاي الأسلحة للشخص اللي هو مخبر أصلا عند السلطات الأمريكية. بعد 8 شهور على هاي الحادثة أخيرا بيجي 2 من المختصين، الناس اللي إلهم علاقة بالإشراف على الأسلحة والكحول والتوباكو، بسموهم BATF. بيجي 2 منهم على راندي وبدوا يسألوه بعض الأسئلة بأنه هو عنده أسلحة غير قانونية.
بيبدوا يحكوا معه بطريقة إنه أنت عندك أسلحة غير قانونية، إما تتعاون معنا وتعطينا معلومات عن جماعة The Aryan Nations أو إنه رح نحاكمك وتدخل على السجن. في النهاية هم بدهم إياه يكون مخبر معهم على هاي المجموعة. وهنا راندي بيدخل في حالة من الجنون، مستحيل يكون هو المخبر لرجال الشرطة أو للسلطات الأمريكية، هم اختاروا الشخص الخاطئ. في النهاية بيعتقلوه بهاي التهمة البسيطة جدا، يعني هو عدل مجرد ربع إنش على هاي البندقية، وكان هدفهم أصلا إنه يورطوه بهاي القصة حتى في النهاية يفاوضوا، يا بتدخل السجن يا أنت بتتعاون معنا. لما يرفض التعاون معهم بيدخل على السجن. أفراد عائلته صاروا وحيدين، بيبدوا في حالة يعني يصيروا في حالة سيئة جدا. وانتم عارفين من الاصل هم بيكرهوا الدولة، بيكرهوا الحكومة، تيجي الحكومة وتتبعهم في هالمكان اللي هم عزلوا حالهم فيه، بالتأكيد رح تزيد كراهيتهم لكل اجهزة الدولة. الآن الزوج موجود في السجن، اللي بتعمله فيكي إنه بتكتب رسالة للمدعي العام، كان اسمه موريس إلسورث، بتحكي له إنه أنت خادم ملكة بابل. بتحكي له في هاي الرسالة إنه رائحة حكومتكم النتنة وصلت لحد السماء، لو بدنا بما معناه إحنا نموت ما رح نركع نهائيا لمطالبكم الشريرة. في النهاية بتم إطلاق سراح راندي، وأكيد الموضوع كان بكفالة. في النهاية بيحكوله إنه في إلك محاكمة، لازم تيجي على موعد المحاكمة وإلا رح تخسر القضية وتخسر بيتك أيضا. في الموعد المحدد بالتأكيد ما بيروح راندي. وهون بيبدو عملية مراقبة لمنزل هالشخص اللي اسمه راندي، بيعرفوا انه هو كان في القوات الخاصة، عنده اسلحة، مدرب، لهيك بيحاولوا انه يكونوا حذرين جدا في عملية المراقبة. مين اللي بيراقبه؟ جماعة الاسلحة ومراقبتها هاي والتوباكو وغيره. بيبدوا يركبوا أجهزة تنصت حول المنزل اللي بيعيش فيه، كاميرات مراقبة، لقوا في كمان البعض منهم لابس لباس التخفي وموجودين بين الأشجار حول هالكوخ وبصوروا، وما بعرف ليش عملوها قصة كبيرة لهالشخصين اللي هم راندي وزوجته فيكي. وخليني هون أحكي عن شغلة المراقبة اللي بيتبعوها في أمريكا بطريقة أحيانا مزعجة ومخيفة. الصراحة في عرفت أفراد عائلة هناك كانوا موجودين في أمريكا، في عندهم بعض القضايا المالية وغيره، تخيلوا أنه أفراد العائلة كانوا يخافوا من أنه منزلهم مراقب في أجهزة تنصت وغيره، لدرجة لما كانوا بدهم يحكوا مع بعض في مواضيع مهمة، وهالشيء أنا شفته بعيوني، مش يعني حد حكالي عنه، كانوا يروحوا برا البيت ويبدوا يناقشوا هاي الأمور. يعني أنت تخيل تكون عايش في بيتك وحاسس أنه ممكن يكون أجهزة تنصت أو كاميرات موجودة داخل البيت، شيء الصراحة مرعب. في كل الأحوال هاي اللي كان صاير مع راندي وزوجته فيكي، حاسين أنه هم مراقبين من أجهزة الدولة، دخلوا في حالة الجنون الرسمي. الآن هالأشخاص موجودين حول منزله، وسائل الإعلام بتبدأ تسمع في الموضوع وبتبدأ تضخم فيه على أساس أنه هو إنسان عنصري، وأنه هو متحصن داخل بيته، وأنه رجال هذول الجماعة الأسلحة وغيره بيحاولوا أنهم يقبضوا عليه، وبتنتشر الأخبار على مستوى
عالي. أفراد العائلة بياخدوا الموضوع بشكل جدي، بحصنوا أنفسهم داخل هالكوخ، بيرفضوا أنهم يغادروا، بيرفضوا أنه يتعاونوا مع رجال الشرطة، بيبدوا يعتمدوا على بعض الأصدقاء يعطوهم بعض الطعام وغيره، بيضلوا داخل بيتهم ما بيغادروا نهائيا، لأنه متوقعين إذا خرج من المنزل يتم القبض عليه. ليش ما هاجموه؟ لأنهم بيدعوا أنه إنسان خطير ومدرب وعنده أسلحة، وهالسوالف المبالغ فيها في معظم الأحيان. بتاريخ 18 إبريل من عام 1992 بتبدأ تنتشر إشاعات بأنه راندي قام بإطلاق الرصاص على واحدة من طائرات الهليكوبتر الموجودة في المكان. وبنوصل ل 21 أغسطس من العام 1992. هلا خليني بس أذكركم بالناس الموجودين في هاي العائلة. عندي الأم اللي هي بيكي، أولادها سارة 16 عام، سامويل 14 عام، ريتشل 10، والطفلة الصغيرة إليزابيث اللي كان عمرها 10 شهور. بالتأكيد بالإضافة للزوج وأيضا الشخص اللي حكينا عنه كان يعيش معهم واللي هو كيفن. خلينا نشوف شو صار في هاليوم المأساوي. في هاليوم راندي، كيفن، الشخص اللي كان يعيش معهم، ابنهم سامويل اللي عمره 14 عام، وكلب العائلة اللي اسمه سترايكر، حاملين أسلحتهم ورايحين حتى يصيدوا بعض الغزلان. خلال هاي الرحلة راندي بينفصل عن كيفن ابنه سام والكلب سترايكر. بينتبه الكلب على الأشخاص الموجودين ومتخفيين في المكان، بيبدأ بتعرفوا أنه باح وأنه في حد غريب في المكان، الشخص اللي متخفي وبين هالأغصان من رجال الشرطة والمسؤولين، بيقرر أنه يطلق عليه الرصاص. وطبعا هم بدخلوا بحالة من الجنون لما يتم قتل هالكلب، لأنه صدقا أحيانا كلابهم أعز عليهم من أولادهم. بيبدوا يصرخوا أنه قتلت كلبي، قتلت كلبي، وبيبدوا هم في المقابل بإطلاق الرصاص على الناس المتخفيين في المكان. وبتبدأ الفوضى تعم المكان، تبادل إطلاق للنار. خلال هاي الفوضى الطفل سام يصاب بطلقة في ذراعه، بيحاول أنه يهرب، بيرجع أحد الأشخاص بيطلق عليه رصاصة أخرى، هاي المرة في منطقة الظهر بيوقع على الأرض. الشخص اللي اسمه كيفن بيبدأ على طول يرد على هالشيء، على رجال الشرطة يطلق عليهم الرصاص، واحد منهم بتصيبه رصاصة في صدره وبيبدوا يتراجعوا. هلأ كيفن بيروح يشيك على الطفل اللي اسمه سام، للأسف الشديد بيكتشف إنه توفى. وأكيد خلال هاي الفترة الوالد راندي بيسمع صوت الرصاص، مباشرة بيرجع على الكوخ حتى يتأكد أن الأمور جيدة. هناك بيلتقي بكيفن اللي بيخبره تفاصيل الشيء المأساوي اللي صار في اللحظات السابقة. الضابط المصاب واللي كان اسمه بالمناسبة ويليام ديغان، للأسف الثاني هو أيضا بسبب إصابته في منطقة الصدر بيتوفى بعد فترة قصيرة. هلأ بيبدوا الموجودين يتواصلوا مع المسؤولين عنهم ويخبروهم عن الحادث اللي صار، وأكيد هم تواصلوا حتى يوصلهم الدعم. هون وسائل الإعلام بتعرف الموضوع، بينتشر الخبر، وبيبدأ ينتشر أنه أفراد العائلة هم اللي هاجموا رجال الشرطة، مع أنه رجال الشرطة عرفوا على أنفسهم، ومع ذلك الشخص اللي اسمه كيفن وأيضا سام هم اللي بدوا بإطلاق الرصاص. وبهاي المرحلة بالذات بيتدخل جهاز الFBI، لأنه في واحد من رجال الدولة قتل. أيضا أفراد العائلة بيكون همهم الوحيد والأساسي أنهم ياخدوا جثة هالطفل اللي هو سام ويرجعوا فيها على الكوخ اللي هم الآن متحصنين فيه. بيتدخل جهاز الFBI وبيعطي أفراد العائلة فرصة حتى يسلموا أنفسهم. بتوصلهم تعليمات بأنه
هم يطلقوا الرصاص على أي شخص بالغ بيتحرك في المكان وبيحمل السلاح، وما تتخيلوا اللي صار، وكأنها معركة حربية فعلا ضد هالأشخاص اللي أنا بعتبرهم مش خطيرين أبدا. بتتدخل طائرات الهليكوبتر، أسلحة ثقيلة، وبتصير الأمور زي ما حكيت وكأنها فعلا ساحة معركة، مع أنه داخل هالمنزل في عدد من الأطفال. والآن مئات من رجال الشرطة موجودين في المكان محاصرينه في انتظار أفراد العائلة بأنهم يستسلموا. اللي بيصير أنه في صباح اليوم التالي كيفن، سارة، وأيضا الوالد راندي بغادروا هالكوخ حتى يروحوا على الكوخ الصغير اللي وضعوا فيه جثة سام، يعني حتى يصلوا بعض الصلوات. وزي ما هم متعودين تماما بيحملوا بنادقهم وبيتوجهوا باتجاه الكوخ الصغير. هون على طول بيبدأ الهجوم الأمريكي العنيف على أفراد هاي العائلة، بيبدأ الرصاص من كل مكان. بعد ما يبدأ الهجوم العنيف، الثلاث أشخاص بيبدأوا يركضوا باتجاه الكوخ اللي هم بيعيشوا فيه. بيكون راندي أصيب برصاصة في كتفه، هيك بتسمع فيكي موجودة داخل البيت صوت الرصاص. بتحمل هالطفلة اللي عمرها 10 شهور في ذراعها وبتروح نحو الباب حتى تشوف شو اللي صاير داخل هالمزرعة أو هالمنطقة المنعزلة اللي هم لوحدهم بيعيشوا فيها. بيدخلوا على البيت، هالبنت اللي اسمها سارة، طبعا فيكي لما شافت فتحت الباب على طول وسمحت لهم انهم يدخلوا بسرعة. سارة بتساعد والدها المصاب على دخول المنزل، ومع ذلك بيستمر صوت الرصاص في المكان. فجأة بتنتبه سارة على والدتها فيكي وهي تقع على الأرض. تخيلوا هي بتقع وما زالت تحمل الطفلة الصغيرة بين إيديها. هلأ سارة بتستوعب أنه في رصاصة مرت من أمام وجهها وأصابت والدتها. بينتشر الدم على هالبنت اللي اسمها سارة وبتكون في حالة من الصدمة. في النهاية بيسحبوا جثة فيكي، هم كانوا ما زال الباب مفتوح، بيسحبوا جثتها بيضعوها داخل المطبخ. أيضا الشخص اللي اسمه كيفن بتكون أصابته رصاصة وبيكون في حالة سيئة، يتألم بحاجة لمساعدة طبية. وتعم الفوضى المكان، أفراد العائلة موجودين داخل المنزل، رجال الشرطة، الناس اللي بدوا يتجمعوا لما سمعوا أنه طفل عمره 14 عام قتل في هاي الأحداث. حالة غير عادية من الفوضى في المكان. بيبدأ الناس من كافة أنحاء الولايات المتحدة يوصلوا للمكان، يعملوا مظاهرات احتجاجا على مقتل الطفل، وهم بعدهم مش عارفين إنه الوالدة أيضا قتلت. على طول بتيجي الفرصة لمين؟ لجماعة الأريان سوسايتي أو نيشن. بيتدخلوا وبيبدوا يحكوا بمنطق ما له علاقة بالقصة نهائيا. وأكيد الآن السلطات بدها تحاول تظهر الموضوع على أنه يعني كان هجوم على مكان خطر جدا، مع أنه هو كوخ صغير. بيبدو يحكوا وكأنه معسكر اللي تم الهجوم عليه. السيارات المصفحة موجودة في المكان، وسائل الإعلام، لقاءات صحفية، المسؤولين يحكوا وكأنهم يعني في حرب ومستقبل أمريكا في خطر بسبب هاي العائلة، إنه هم بيعملوا معهم مفاوضات ولحد الآن مش واصلين لأي نتيجة. بيبدوا يتظاهروا أمام وسائل الإعلام بأنه هم لطيفين، بيحاولوا يكونوا يعني متسامحين مع أفراد العائلة، شو بدكم تفطروا، وكأنهم بيتواصلوا مع فيكي اللي هي أصلاً متوفية. الصراحة يعني أحياناً تصرفاتهم فيها الكثير من الجنون والمكر والدهاء. كل هاي التصرفات على أساس إنه هم بيتواصلوا مع فيكي، بيحاولوا يقنعوها تقنع زوجها بأنه يستسلم، بينما هي متوفية موجودة داخل المطبخ. طبعا لما بعد فترة ترجع تنكشف هاي الأساليب، بيبدوا يدعوا إنه هم ما كانوا يعرفوا إنه هي متوفية. طيب كيف كنتوا تتواصلوا معها؟ على أساس بتتواصلوا معها؟
وهم بالتأكيد عارفين أنه هي توفت، لأنه أصلاً في كاميرات مراقبة في كل مكان وعارفين أنه هي متوفية. على كل الأحوال هالشيء بيدخل الوالد في حالة من الجنون. الآن ابنه زوجته قتلوا وهو ضايع بهالفوضى الغير عادية. وهم خلال هاي الفترة عندهم خطة انه يحاولوا بس يخرجوا لها الشخص اللي اسمه راندي خارج هالكوخ، حتى بالتأكيد يطلقوا عليه الرصاص ويقتلوه. ادعوا انه هم بدهم يعطوه جهاز موبايل حتى يتواصلوا معه، الا انه هو اصلا ما بيحبهم ولا يثق فيهم فبيرفض التعاون معهم نهائيا. لكن الشخص اللي اسمه كيفن الان في حالة سيئة جدا. بيبدأ كيفن يتوسل لراندي انه خلاص يريحه من هالألم والوجع ويقتله، لكن راندي بيرفض تماما. بيبدأ يعالجه ببعض الأشياء الموجودة في المنزل حتى على الأقل يمنع الالتهاب. بمر 6 أيام وهم على نفس الحال. الآن هم الاثنين مصابين، كيفن زي ما حكيت رصاصة بالصدر وحتى راندي رصاصة بالكتف. بمر 6 أيام أخيرا بيجي شخص اسمه بيرغرايد، بيسمع عن اللي صاير وبيحاول إنه يتدخل. هلا مستر رايد في بينه أشياء وبين راندي مشتركة. الاثنين كانوا في القوات الخاصة الأمريكية. الاثنين عندهم تحيز من ناحية أو تعصب، خلينا نحكي ديني. عنده أفكار شوي ضد الحكومة. في كل الأحوال هو بيكون يحاول يكون الوسيط. أخيرا بيوصل لراندي وبيبدأ يفاوضه. بيعرف من راندي إنه فيكي قتلت وإنه سام أيضا قتل. هون بينشر كل هاي التفاصيل على وسائل الإعلام وبتبدأ الفوضى تزداد في المكان. أخيرا بيقنع هالشخص اللي اسمه راندي بأنه ياخدوا جثة سام وأيضا ياخدوا جثة فيكي، حتى يعني بتعرفوا الروائح وغيره. بياخدوا الجثث وأيضا بياخدوا الشخص اللي اسمه كيفن حتى يتم علاجه. هو الآن عنده محاولات مستميتة حتى يستسلم راندي، وطبعا بعده عنده أطفال داخل المنزل. رجال الشرطة المسؤولين الموجودين في المكان بيخبروه إنه إذا ما نجحت محاولتك خلاص إحنا رح نعمل هجوم شامل على المنزل، مع إنه مين في المنزل يا جماعة؟ راندي والأطفال. وفي النهاية وبعد 11 يوم على هالحصار الغريب من نوعه، أخيرا راندي بيستسلم بعد ما ياخد معلومات أكيدة من الشخص اللي اسمه رايد بأنه رح يحصل على محاكمة عادلة. بيحكي لأولاده يجهزوا أغراضهم وبينزلوا عن هالجبل هو وياهم، بيودعهم بيقبلهم. هو بيستسلم لرجال الشرطة. الأولاد بياخدوهم وبيبعتوهم على منزل الجد والجدة. والآن توجه تهم لشخصين اللي هم راندي وكيفن. المفروض تبدأ محاكمتهم في شهر أبريل من عام 1993. أحد المحاميين واللي كان اسمه جيري سبنس هو بيتولى هاي القضية بدون أي مقابل. خلال المحاكمة فعلا بيثبت أنه السلطات كانت مخطئة وأنه يعني في العديد من الأكاذيب في روايتهم. في النهاية بيصدر الحكم بتاريخ 8 جولاي. في النهاية بتم إسقاط جميع التهم عن الشخص اللي اسمه راندي. التهمة الوحيدة اللي وجدوه مذنب فيها هو التخلف عن حضور موعد المحكمة. بيوصلوا لنتيجة انه هو ما تصرف بطريقة خاطئة ابدا خلال فترة الحصار. يحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهر الى سنتين زي ما حكيت بتهمة التخلف عن حضور موعد المحاكمة. أيضا بغرموه مبلغ 10,000 دولار. بالنسبة لكيفن فهو وجد بريء من جميع التهم اللي حاول المدعي العام يلصقها فيهم.
طبعا هم وجهوا له تهمة تتعلق بمقتل رجل الشرطة المتخفي، لكن هم في النهاية اعتبروها دفاعا عن النفس. على كل الأحوال بيكون راندي مضى 14 شهر تقريبا في انتظار المحاكمة، لهيك بيتم إطلاق سراحه في شهر ديسمبر. وأكيد راندي وبنته بدهم يرفعوا قضية فيما يتعلق بمقتل فيكي وسام، بيرفعوا فعلا قضية بيطالبوا بمبلغ 200 مليون دولار. وفي النهاية بيوصلوا لتسوية، هاي التسوية إنه راندي ياخد 100,000 دولار في المقابل بناته كل واحدة فيهم تاخد 1,000,000 دولار. وطبعا خلال هاي الفترة جهاز الـ FBI رجال الشرطة بيرفضوا يعترفوا انه هم عملوا اي خطأ خلال فترة الحصار. اخيرا بوجهوا تهمة للشخص اللي قتل فيكي على اساس انه قتل بالخطأ، وبعد هيك بيرجعوا بيسقطوا هاي التهم لاسباب غير معروفة. وهيك بتنتهي قصتنا لليوم، لكن عندي بعض التفاصيل البسيطة. من ضمن هاي التفاصيل انه راندي بعد هالحصار بغير مكان سكنه على بعد 100 ميل تقريبا من منطقة روبي ريج، مع انه ما زال يملك المكان اللي صارت فيه هاي الحادثة. دايما يعيش بالقرب من بناته، هم 3 بنات بالمناسبة. راندي بمساعدة واحدة من بناته بيكتب كتاب عن هاي الحادثة بسميه حصار فيدرالي في منطقة روبي ريج، يعني عبروا عن وجهة نظرهم بالشيء اللي صار في هاي الحادثة. أيضا انعمل فيلم بالمناسبة عن هاي القصة. هل البنت اللي اسمها سارة بالذات كان عندها يعني معاناة بسبب هاي الحادثة، بدأت تعاني من شيء بنسميه PTSD اللي هو زي حالة نفسية بتصير بعد المرور بظروف صعبة، حرب، مأساة عائلية أو غيره. من المعلومات المهمة اللي بحب أحكيها إنه البنت واللي اسمها سارة كثير كانت تظهر في مقابلات تحكي عن معاناتها خلال الفترة اللي توفت فيها والدتها، لأنه هي أخذت مكان الوالدة، بدأت تهتم بأخوانها، تهتم بوالدها وتطمنه إنه الأمور راح تكون جيدة بعد خروجه من السجن. في النهاية بتحكي بطريقة إنه هي لجأت إلى الدين حتى تخفف معاناتها. شيء جميل إنه الإنسان يلجأ إلى الله في ظروف زي هيك. وآخر معلومة مهمة بحب أحكيها إنه الوالد توفى بتاريخ 11 مايو من العام 2022، كان مريض لفترة من نهاية شهر أبريل تقريبا. سبب الوفاة ما كان معروف، وكان عمره فترتها 74 عام. في نقطة مهمة بحب أحكيها أخيرة، إنه جهاز الـ FBI بيستخدم هاي الحادثة والأخطاء اللي صارت فيها في تدريب رجال الـ FBI. أخيرا بيعترفوا إنه صار في أخطاء. كانت هاي نهاية قصتي لليوم، بتمنى تكون عجبتكم، ومتأكدة إذا عجبتكم ما حتنسوا اللايك، والناس اللي بعدهم ما اشتركوا بفكروا بالاشتراك رح يشتركوا إن شاء الله. إلى اللقاء في فيديو قادم.